على نعيم دي عايزين ليها قفلة، عايزين نشتغل لشموسة. ولولا نعيم ما كنتش خرجت من السجن. مين قال ان انا قلب عليه؟ كل موضوع ان انا بيني وبينه شغل بس، اكتر من كده انا مش عايز حرق. انت تحرق ليه اصلا؟ ها؟ تحرق ليه؟ لولاك كان زمانك مرمي في السجن. ولولاك برضو ما كنتش دخلت اصلا. انت هتعيد الاسطوانة دي تاني؟ لا مش اسطوانة، وانا مقصودش ان هو بوظ لنا حياتنا زمان، انا اقصد ان هو رماني في السجن. كم مرة حلفت لك اللي بتقوله ده مش صح؟ كل اللي في دماغك تخيلات واوهام ملهاش اي اساس من الصح. عمرها ما كانت اوهام، كل يوم بحاول اصدق كذبتك، بحاول اقتنع بيها، احاول ابلعها. مش عارف انت كنت هناك شفت كل حاجة بعينيك. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني ايه البوليس بيقرب؟ ما تفهمني في ايه؟ ما تتحركش من مكانك. بقول لك ما تتحركش من مكانك. فهمني ايه اللي بيحصل. استنى. سمعت كلامك وقعت. اخوك كان خايف عليك. كنت مسلمني للبوليس؟ كنت عايز احميك. ايه اللي حصل؟ العيال هربت كلها، كسروا العربيه وهربوا. خلص ضرب النار وشفت بعينك البوليس دخل عليا، عملت ايه؟ كنت ورا البت اللي هربت. اديك شايف بقينا عاملين ازاي بسببها. وما جبتهاش وصلت انا الليله. كنت بأمنك، بأمنك عشان ارجع اخدك. افهم بقى. رقبتك اللي بتتكلم عليها انت واختك دي اغلى حاجه عندي في حياتي. واللي حصل حصل عشان كنت خايف عليك، واللي حصل زمان برضه حصل عشان كنت خايف عليك. هيتصدق صدق، مش هيتصدق انت حر. هيصدق. هحاول اصدق زي كل مره. طب وبالنسبه لرقبتي مفيش حد خايف عليها؟ انت اللي زيك ما سابش حاجه لحد يحبه عشانها. الله الله الله، هبت كده؟ ده انا دافع كتير قوي. كل اللي اقدر اقوله لك ان كل شغلنا اتقفل في الحارة هيرجع تاني، وهنكسب من فوق ومن تحت.